السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أنا كاين واحد التطبيق جديد رائع من نوعه، وهذا التطبيق يتم تنزيله في هواتف أندرويد، ويمكنك جعل الهاتف كويندوز 10 هكذا. الهاتف يصبح من ويندوز 10، ما شاء الله يصبح واحد الشكل جديد وشكل جميل جدا جدا. هذا تطبيقات جديدة 2020، وإن شاء الله يعجبكم إن شاء الله هذا التطبيق. ونحن نبذل مجهود كبير جدا للبحث عن تطبيقات جديدة اللي تبغيوها وتستعملوها في المنافع. هناك تطبيقات غير إن شاء الله إذا كان عندنا الوقت غادي نقدموها إن شاء الله. وإن شاء الله ما تنسوش تدعمونا وتديروا لايك أي فيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.